اسمعوا يا جماعه اللي يلي بتدافعوا عن الشيعة واللي بتنادوا بالتقريب بين السنة والشيعة. سورة الولاية سورة ليس لها أصل أصلا في قرآننا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي اللذين بعثناهما يهديانكم إلى صراط مستقيم. نبي وولي بعضهما من بعض وأنا العليم الخبير. إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم فالذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين. إن لهم في جهنم مقام عظيم. يا أخي والله في الكلام ده فيه ركاكة وفيه يعني هتلاقي في الصورتين أخطاء لغوية كثيرة جدا. القرآن أنا مش عارف في أخطاء لغوية يعني. إذا نودي لهم يوم القيامة أين الظالمون المكذبون للمرسلين. سورة كاملة ليس لها أصل في قرآننا. دي اسمها سورة الإيه؟ الولاية المفترة. في سورة تانية اسمها سورة النورين. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب يوم عظيم. نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم. إن الذين يوفون بعهد الله ورسوله في آيات لهم جنات النعيم. والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحيم. ظلموا أنفسهم وعصوا الوصي الرسول أولئك يسقون من حميم. سورة صفحة كاملة. الهروب لن ينفعكم لأن التحريف واضح في كتبكم وأنا بدوري قد جئت بآيات حرفت من كتبكم مسحت حذفت من كتبكم آيات لصحابة أجلاء آيات لصحابة أجلاء آيات لم تذكر بالقرآن كانت موجودة في مصحف الصحابة. كل صحابي كانت له آيات تختلف عن الثاني. أضرب لك مثالا حينما كان أبو موسى الأشعري يعتقد بآية كما ورد في صحيح مسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. هذه الآية ذكرها مسلم في صحيحه تعود إلى صاحب الخبيرة عائشة أبو موسى الأشعري. وضحوا لهم الآية بارك الله بك أخي المخرج. هذه آية الأشعري لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. طيب هذه الآية الأولى كانت في مصحف أبو موسى الأشعري. هذه آية هذه أبو موسى كان يقراها بالقرآن. أما المصحف الذي كان عند عمر وكانت فيه آياته فكانت فيه الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة. هذه آية كان يعتقد بها عمر بن الخطاب إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه آية يعتقد بها عمر بن الخطاب في كتاب الله. طيب الآن نأتي إلى المصحف العائشي. عائشة كان عندها مصحف خاص بها. أما عائشة فعائشة لديها حافظ على الصلوات. وضحوها بارك الله أحسنت. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. وصلاة العصر هي كلمتين قد سقطا من مصحف عثمان وثبتا في مصحف عائشة حينما روى صاحب الصحيحين أن عائشة جاءت بخادم لها وأملت عليه أن يكتب مصحف وقالت له ضع هذه الآية هكذا سمعتها من رسول الله. المصحف العائشي لم ينتهي إلى هذا الحد. عائشة كانت لها آيات أخرى. من أعظم الآيات وأكثر الآيات هي الآيات المشهورة. طبعا هي أنا أعتذر هي آيات مفقودة ولكن نستذكر هذه الآيات باسم السورة المباركة ألا وهي آيات رضاع الكبير. سورة رضاع الكبير وهي سورة عظيمة ترضع الرجال رضعا فتشبعهم شبعا فينامون نوما سعيدا.
آيات الرضاع الكبير، هذه نزلنا عشرة، هذه نزلنا عشرة، حينما نزلنا عشرة نسخنا بخمسة. قالت عائشة نزلت آيات الرضاع الكبير عشرة، يوم اللي أنا جربت أرضع الزلم ترضع مية مية، فأنا تعبت، فقلت لهم والذي فلق حفصة والذي صغر عكرمة إن الله عزل نسخ هذه الآيات بخمس رضعات مباركات مشبعات. السؤال هنا أن هذه آيات رضاع الكبير تعرضنا إلى النسخ، نعم نسخنا بخمسة، أين آيات العشرة؟ ما موجودات، لأنهن وقع عليهن النسخ، جيد. أين الآيات التي جئنا بالنسخ بالخمس المباركات؟ اللائي قلنا أن عائشة ترضع خمس رضعات مشبعات، ماكو، لا لا خلوه ماكو. بالنسبة لقراءة حفص عن عاصم وقراءة ورش عن نافع، هاتان قراءتان ثابتتان متواترتان بالإجماع، إذن القراءتان ثابتتان صحيحتان، قراءة حفص وقراءة ورش، ولا نقول هذه أصح هذه فيها نظر أبدا، لأنهما قراءتان متواترتان بالإجماع، قراءتان متواترتان بالإجماع صحيحتان كلاهما. كيف نرد على من يقول بأن القراءات السبع أو العشر غير صحيحة، لأن في بعض الآية تغير معنى الآية تماما، وهل قرأ النبي قراءة متعددة؟ نعم، هو عندما نقول القراءات، قراءات من؟ قراءات الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قرأ، يعني عندما أمسك عمر رضي الله عنه بعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، لما أمسك به عمر وكان يقرأ قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فعمر أمسك بتلابيبه قال كيف تقرأ هكذا، أنا سمعتها من النبي يقرأ بها يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة ثانية قرأها النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا كذلك كنتم تبتغون عرض الحياة الدنيا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا أو فتثبتوا، فعمر سمعه يقرأها فتثبتوا، وعمر سمعها من النبي فتبينوا، فأخذه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول سمعته يقرأ بغير الذي أقرأتني، فقال دعه يا عمر، ثم قال له اقرأ، فقرأ، فقال اقرأ يا عمر، فقرأ عمر يا أيها الذين آمنوا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت وهكذا أنزلت، إذن عمر سمعها من النبي وعبد الرحمن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، إذن عندما نقول قراءات أي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي هو الذي قرأ تجري من تحتها الأنهار، وهو الذي قرأ تجري تحتها الأنهار، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرأ فإن الله الغني الحميد، وهو الذي قرأ فإن الله هو الغني الحميد، النبي هو الذي قرأ، فعندما يقول أهل العلم قراءة أي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه قراءات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من التيسير، وأحيانا تكون هذه القراءات تفسيرا لما نقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى وشرحا، فالقصد أن هذه القراءات نؤمن بها ونقبلها وعلى العين والرأس، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها. احنا نقول هاي القراءات ما انزل الله بها من سلطان، شنو قراءات؟ واحد يقرا مثلا ملك يوم الدين بدل مالك، من جوز هذا؟ نقول مالك يوم الدين، قراءه واحده فقط، القران واحد نزل من عند الواحد، وهذه قراءه حفص عن عاصم عن امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام، هذه هي القراءه الاثبت لانها مرويه عن امير المؤمنين عليه السلام كما افتى به السيد المرجع دام ظله، وحفص شيعي عاصم أيضا شيعي، هذا سندكم إلى القرآن للعلم، يعني المخالفين لو التفتوا سند القرآن سند شيعي، هو سند شيعي، وهذا حفص لا يقبل رواياته في غير روايته عن القرآن، إما حفص أو عاصم إذا ترجعون إلى ترجمتهما، حفص إيه
متروك الحديث. لماذا؟ يقولون لأنه شيعي ما نقبل أحاديثه، بس القرآن نقبله. طيب قال لك نفس الشيء، سورة الأحزاب هذه كانت في حجم سورة البقرة. اعمل بينها انت هيك مقارنة، بطلع منسوخ تقريبا زهاء 213 آية، 213 آية راح مرة واحدة هيك. تخيل سورة الأحزاب كانت في حجم سورة في طول، في مثل طول سورة البقرة، بعدين راحت. الله عملها اختزال ريدكشن، اختزلت هكذا، بقيت هكذا. يعني قديش المنسوخ؟ زهاء 213 آية راح. كلام فارغ، هذا كلام كثير يا اخواني. عائشة بتحدث عن آيات كانت موجودة ومكتوبة وضاعت بالكامل، ينسبون إليها أم المؤمنين، حاشاها، تنبه دائما، ينسبون إليها. وين يا أم المؤمنين؟ قال أكلتها الداجن، كانت في ورقة وتحت السرير، وبعدين النبي توفي واشتغلنا بوفاته، اجت الداجن العنزي او اي حاجه واكلتها وراحت الايه، ضاعت الايه. وكيف ايش عرفتي؟ كيف عرفتي؟ ما انت حافظها، وين؟ وين الايه؟ اكتبها مره ثانيه. طيب صح؟ اكلتها الداجن، هو القران محفوظ في السطور؟ اهم شيء قران، اسمه قران في الصدور، اكتبيها. طيب مليها علينا، لا راحت ضاعت. كلام لا يركب يا جماعه، والله الذي لا اله الا هو. حين اقرا هذا الكلام حتى وان كان في الصحاح، والله يغلب علي، اقول الله اكبر، ايش المكر الذي مكر بهذه الامه؟ مين اللي دس هذه الاشياء؟ وكيف نجحوا في دسها على الامه؟ والله العظيم تشكيك لنا في كتابنا، لان الكتاب اعجزهم بفضل الله عز وجل. هذا اسمه عارف ايه؟ اسمه الاعجاز التاريخي، هيستوريكال كريديبيليتي، يعني كريديبيليتيت، المصداقيه، الموثوقيه التاريخيه. قران من 1430 سنه، أكثر حتى، جيب 13 سنة كمان، 34 حط 13، يعني قريب من 1450 سنة في الحجر مكية. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، أقسم بعزة جلال الله لا إله إلا هو، لو لم يكن هذا الكلام كلام الله لحرف القرآن، صح ولا لا؟ طبيعي يتحرف، 1400 سنة بيتحرف بخمسين طريقة، ولا واحد قدر يحرفه لليوم. وكما هو بفضل الله عز وجل يتلى من أوله إلى آخره. تعرفوا ليش؟ لأنه الله قال لا، جربناهم، إحنا جربنا ودون النصارى واستحفظناهم على الكتاب فلم يحفظوا، المرة هذه مش هجربكم، والحمد لله ما جربناش، الحمد لله. فاطمة عليها السلام، أصلا المصحف عبارة عن شنو؟ كتاب يسمى مصحف، يعني المصحف فقط لا يطلق فقط على القرآن الكريم، مصحف يعني شيء مجموع، فالمصحف هو هذا الكتاب، يعني فيه صحف. يعني مصحف فاطمة هو عبارة عن التالي: جبرائيل عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينزل على فاطمة عليه السلام ويسليها ويحدثها ويخبرها بمكان أبيها النبي صلى الله عليه وآله وبوضعه، ويخبرها بالأحداث المستقبلية، وهي باتفاق كل علماء المسلمين أنها سيدة شباب أهل، سيدة نساء أهل الجنة فاطمة عليها السلام. فالمسألة مو مسألة مستبعدة عموما. فرواياتنا دلت أن الوحي هذا كان ينزل على فاطمة عليها السلام ويسليها، وكان يخبرها بأحداث مستقبلية ستقع، ايش راح يصير، من راح يملك. علي عليه أفضل الصلاة والسلام كان يجلس ويسمع، وهذا ليس بعزيز على أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن القرآن عبر عنه أنه مثل رسول الله ونفس رسول الله صلى الله عليه وآله في آية المباهلة. فعموما كان يسمع صلوات الله عليه، وكان يسجل في المصحف، يعني في هذا الكتاب، ما سيقع من أحداث مستقبلية. فخلاصة مصحف فاطمة عليها السلام هو هذا، أن كتاب فيه أحداث المستقبل التي ستقع على الأمة من الحكام والملوك وما سيحدث والفتن والاضطرابات. وهذا الكتاب لا يوجد عند أي أحد إلا الإمام عجل الله فرجه الشريف. في رواياتنا هذا الكتاب ينتقل من إمام إلى إمام، من إمام إلى إمام إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، والكتاب عنده محفوظ لا يطلع عليه غيره سلام الله عليه. فهذا الكتاب ليس بقرآن كريم، والروايات الشريفة أكدت على هذا، قالت ليس فيه من قرآنكم حرف واحد. عموما هذا المصحف الشريف ليس قرآنا، وليس فيه من القرآن آية واحدة، وليس فيه لا مسائل شرعية، بل فيه أحداث مستقبلية، ما سيقع على الأمة من الامتلاك، شنو راح يملك، من راح يملك، وش راح يصير، والأحداث المستقبلية. وهذا يكشف لمن عاصرهم سلام الله عليهم أنهم مرتبطون بالسماء، وأنهم يستمدون هذه العلوم من رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي استمد هذا من الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الدقائق على عجالة يتكلم عن شبهة تحريف القرآن التي يدندن بها الملاحدة وبعض المبشرين الذين يقولون أو يهمون الشباب بأن القرآن قد تم تحريفه. يعتمدون على قضايا عدة قضايا أو محاور معينة. يعتمدون أولا على بعض الروايات الضعيفة، ويعتمدون ثانيا على بعض الروايات التي تكلمت أو التي ذكرت أن بعض الصور من القرآن كانت كبيرة ولكنها الآن صغيرة، يعني آياتها قصيرة محدودة قلت. ويتكلمون عن بعض الروايات عن الصحابة التي وردت عن بعض الصحابة بأن هناك أمور زيدت في القرآن لم تكن موجودة. في عندنا بقى يجي واحد يقول لك لا ده القرآن ده محرف. محرف ليه هيبقى قلبي؟ يجيب لك مثلا مثال يقول لك والله من الأدلة على تحريف القرآن ما ذكره مثلا أبو داود في كتاب السجستاني في كتاب المصاحف، أن الله سبحانه وتعالى مثلا أن الصحابة أو أن عمر وأبا بكر غيروا القرآن، كانت مثلا زي وما هو على الغيب بضنين، كانت بضنين وهم خلوها بضنين، وهكذا. يجيب لك أمثلة من هذه الأمثلة. الجانب الثاني بعض الروايات التي تقول إنه كان هناك سور من القرآن كبيرة طويلة، ثم هذه السور الآن صارت صغيرة، وهذه السور لم تعد بذلك الحجم. مثال الرواية التي عند أحمد والبيهقي وغيره وسندها صحيح بالمناسبة، أن أبي بن كعب رضي الله عنه لما سئل عن آية الزنا، آية رجم الشيخين الشيخ والشيخة، قال كانت في سورة الأحزاب، وإن كانت سورة الأحزاب لقد نزلت وكنا نقرأها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر سورة البقرة. هذه الرواية تتكلم عن سورة الأحزاب قبل النسخ. احنا شرحنا قبل كده في فيديو في القناة هنا موضوع النسخ، قلنا النسخ ثلاث حاجات: نسخ تلاوة وحكم، نسخ حكم دون تلاوة، نسخ تلاوة دون حكم. الذي حدث في سورة الأحزاب أنه وقع فيها نسخ تلاوة وحكم، فبعض الآيات التي كانت فيها رفعت. ولما قبل أن يتوفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عارضه جبريل القرآن مرتين، حتى دي خدها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علامة على أن على دنو أجله، وقال قد عارضني القرآن مرتين ولا أرى ذلك إلا دنو أجلي، يعني وثبت القرآن على ما هو عليه وعلى آخر ما عارض عليه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي كذلك ولم يتغير منه شيء. إما الحاجة الثالثة أنه يجيب لك روايات عن بعض الصحابة كابن مسعود التي تقول أنه كان ينكر الفاتحة والمعوذتين. وهذه الروايات التي نقلت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان ينكر الفاتحة والمعوذتين، نظر العلماء لها عدة أنظار. فمن العلماء كالإمام النووي وابن حزم رحمهم الله تعالى من قال يا جماعة احنا بحثنا في سند هذه الروايات وهذه الروايات باطلة ولا يصح سندها ولا يصح نسبتها إلى ابن مسعود رضي الله عنه. في اتجاه تاني قال لا، زي اتجاه ابن حجر رحمه الله تعالى، والله لا، نقل عنه رواية صحيحة صريحة بأنه كان لا يعدهما من كتاب الله. ولكن ابن حجر يقول إن ابن مسعود رفض أن يكتب ذلك في كتاب الله، ليس لأنهما قرآن، لا، لأن ابن مسعود كان متشدد جدا في قضية تدوين المصحف دي، وكان يبدو في أول الأمر من الرافضين ومن المعترضين على التدوين على الكتابة، فهو كان رافض هذه المسألة. يبقى ابن مسعود كان بينظر ويبحث ويتثبت، ثم استقر أمر ابن مسعود على أنهما قرآن، ونقل في قراءته التي نقلها عاصم عن زر عن ابن مسعود. في آخر حاجة بقى عايز أقولها، العرب زمان كانوا بيقروا الحروف من غير التنقيط يا شباب. لما دخل الأعاجم الإسلام بدأ يختلط عليهم الياء من الباء من التاء والدثاء، والدنيا دخلت في بعضها وكلها حروف واحدة مش منقوطة. فعبد الملك بن مروان ندب لذلك، جاب الحجاج قال له شفت لنا علماء اللغة الأقحاح الكبار التقال يشوفوا لنا إيه الموضوع ده. فعبد الملك بن مروان أوكل ذلك للحجاج. الحجاج أتى بيحيى بن معمر وأتى بنصر بن عاصم، جاب نصر بن عاصم ويحيى بن معمر، وقال ابن يعمر عفوا يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم، قال لهم اقعدوا حطوا لنا فكرة كده أن الياء بالباء بالتاء بالثاء ما يختلطوش. فحطوا فكرة النقط واتفقوا أن أكتر نقط تكون ثلاث نقط اللي هي على حرف إيه؟ الثاء. إذن قضية التنقيط التي قام بها نصر بن عاصم أو يحيى بن يعمر ليست تغييرا للقرآن، إنما هي فقط ما هي إلا عبارة عن إزاي نفصل الحروف دي من بعضها للناس اللي لسه داخلين اللغة العربية والإسلام جديد، وسار الأمر على ذلك.